أصحابه أجمعين. هذا الحديث وما بعده في بيان ما يلحق به النسب إذا كان هناك شخص مجهول النسب واختلف فيه المدعون، كل يدعي أنه تبع له. النبي صلى الله عليه وسلم وضع قواعد في هذا، فالولد أول ما يلحق بالفراش، يلحق بالزوج، يلحق بزوج المرأة التي ولدت هذا المولود وهي في عصمته. ثانيا، إذا لم يكن هناك فراش فإنه ينظر إلى الشبه، إلى الشبه، فمن ظهر شبهه لأحد المدعين يلحق به، والذين يعرفون الشبه هم القافة الذين يقصون الأثر ويعرفون أشباه الناس، يسمون للقافة. فهذا الحديث هو من النوع الأول، أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه اختصم هو وعبد بن زمعة رضي الله عنه في مولود من امرأة مملوكة لوالد عبد لزمعة، مملوكة لزمعة، وكان يطأها بملك اليمين، فولدت هذا المولود. لكن كانوا في الجاهلية يؤجرون الجواري للزنا ويأخذون من كسبهن، ولهذا قال الله جل وعلا: ولا تكرهوا فتياتكم، يعني المملوكات، هذا على ما كان في الجاهلية، على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مهر البغي، فهو حرام، نهى عن مهر البغي، عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. فلما كان عتبة بن أبي وقاص أخو سعد رضي الله عنه كان قد فجر بهذه الجارية في الجاهلية، فجر بها في الجاهلية على ما كانت عادتهم، أوصى أخاه سعدا في أن هذا الولد له، فطالب به سعد بناء على وصية أخيه، وأيضا وجود الشبه، فإن فيه شبها من عتبة بن أبي وقاص، ولهذا قال سعد رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم: انظر إلى شبهه. وقال عبد بن زمعة: هو أخي، ولد على فراش أبي بالتسري. فهذا يدعي أن هذا يدعي الشبه، وهذا يدعي الفراش، الفراش أقوى. فحكم به صلى الله عليه وسلم لعبد بن زمعة، وقال: الولد للفراش، يعني لمن كانت زوجة له، وللعاهر يعني الزانية الحجر وهو الرجم، وقيل الحجر معناه الخيبة والخسارة، فلها الخسارة والخيبة. ثم قال صلى الله عليه وسلم: احتجبي منه يا سودة، سودة بنت زمعة أم المؤمنين، احتجبي منه نظرا للشبه. فهذا من باب الاحتياط، من باب الاحتياط، أمرها بالاحتجاب من باب الاحتياط نظرا للشبه.